السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درسنا الخامس من دورة صمم تطبيقك بنفسك بدون برمجة. درسنا في الدرس الأول كده دراسة سريعة عن الدرس الأول عن إنشاء حساب جديد على موقع كودلار، والدرس الثاني إنشاء مشروع جديد وتعرفنا على الأدوات. الدرس الثالث اتعرفنا على خصائص الشاشة الرئيسية. الدرس الرابع الحلقة السابقة اتعرفنا على خاصية الإضافات أستس وإزاي نحمل الملفات إليها، وقسمنا طبعا الملفات لصور وفونتس وخطوط وحاجات زي كده. درسنا النهاردة هنتكلم إزاي نحفظ ونصدر المشروع، وإزاي نعمل ملف EBK. تمام، ملف EBK طبعا ده اللي بيتثبت عند العميل او عند الشخص او عند الموبايل اللي هو بيطلع لنا كتطبيق ان احنا نقدر نثبته يعني. تمام، لازم الاول نفرق ما بين الـ AIA والـ ABK. الـ AIA تمام دي ده الاصدار نفسه الخاص بيه او الاكستنشن الخاص بيه المشروع نفسه. تمام، اما الاي بي كي ده البرنامج اللي بينتهي ان احنا نقدر نثبته فين عند العميل او عند عندنا احنا شخصيا لو احنا هنستخدم تطبيق خاص بينا يعني. تمام، في البداية احنا طبعا هندخل على الموقع المطلوب اللي احنا شغالين عليه وهندوس كريت اب على طول. هو طبعا احنا مسجلين دخولنا على طول، بيقدر يدخل ويعمل تسجيل دخول مباشرة يعني. في البداية هندخل على المشروع بتاعنا الخاص بتاعنا، هندخل على كلمة بسيطة. تمام، بالمناسبة احنا عايزين نتكلم في حاجة تانية. احنا قلنا قبل كده في الحلقة السابقة ان خانة الاضافات ما ينفعش ان احنا نضيف اي حاجة بالعربي، لكن احنا ممكن نخلي المشروع بتاعنا طبعا الايقونة اللي احنا ضفناها، لو تلاحظوا الايقونة بتاعت الانستجرام الخاصة بالمشروع، احنا ممكن برضو اللي هو نغير فيه اسم المشروع اللي هو المشروع الخاص بتاعنا ده، ممكن نغير اسمه للعربي يعني. عادي جدا واحنا بننشئ مشروع جديد ممكن نخليه مثلا كلمة بسيطة جدا زي ما انتم شايفين كده يعني، بسيطة. لا هو يعني هو بيختلف من العربي للانجليش، هي بس في مشكلة. احنا ممكن برضو قدام ان احنا نقدر نخليه عربي يعني. طيب في البداية احنا هندخل على الموقع، هو بس محتاج يتعمل له ابلود او يتعمل له قصدي لودينج من جديد. هندخل على الموقع زي ما انتم شايفين كده. في البداية احنا درسنا النهاردة هيبقى كيفية حفظ وتصدير المشروع وانشاء ملف EBK. في البداية احنا تعرفنا على الجنب ده الخاص بالادوات. تمام، واتعرفنا على خصائص الشاشة الرئيسية، طبعا ده اللي كنا بنعمله المرة اللي فاتت. نحن ممكن نعمل يعني نخليه زي ما هو مثلا، وندخل على الحاجات اللي فوق. طبعا ده اسم طبعا المشروع بتاعنا. تمام، ده اسم الـ 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 الموقع. هندخل على كلمة بروجيكت. بروجيكت اول حاجة دي ماي بروجيكت اللي هي الـ 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 المشاريع الخاصة بتاعتي. لو دوسنا عليها كده هيطلعنا عن بسيطة على طول. تمام، ندخل تاني. معلش الانترنت بطيء شوية. زي ما انتم شايفين كده دخلنا على المشروع تاني. قلنا ماي بروجكت ده اللي هو لو عايز اعرف المشاريع بتاعتي ايه. نيو بروجكت لو انا عايز اعمل نيو بروجكت يعني نيو مشروع جديد يعني. لو انا عايز احفظ المشروع بتاعي. تمام، او زي ما انتم شايفين كده بيقول سيف بروجكت وبيقول لنا التاريخ اللي هي المشروع. طيب الفايده من موضوع سيف بروجكت ايه؟ الاصح ان انا اول ما اعمل اي تغيير جديد يعني، دوست مثلا بوتن هنا، دوست تشيك بوكس هنا، الحاجات دي كلها اول ما اعمل الافضل اطلع على طول، وخصوصا في حاجه اسمها البلوكس قدام اللي هي تركيب الاكواد البرمجيه. الافضل ان انا على طول ادوس سيف بروجكت، ادوس على طول سيف بروجكت، ادوس سيف بروجكت.
يعني الافضل ان انا كل لما اعمل خطوه او اتنين او ثلاثه او مجموعه خطوات ان انا ادوس سيف بروجكت، عشان ممكن النت يقطع ممكن كذا، لان انت بتعمل على عمليه سحابيه، عمليه يعني عمليه اللي انت لازم بتكون متصل بالانترنت عشان تقدر تعمل حاجه زي كده. فلازم عشان يسمع في الموقع التحديث بتاعك او الحاجه الجديده اللي انت عملتها لازم تدوس سيف بروجكت. طبعا هنمسح كل ده، يعني احنا ممكن نسيب الحاجات دي وانا هشرحها قدام برضو. بروجكت تمام، سيف بروجكت، سيف بروجكت اس طبعا دي ما لناش دعوه بيها، سيف تشيك بوينت برضو ما تهمناش، ديليت بروجكت لو انا عايز الغي البروجكت بتاعنا الخاص بيه ال 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 المشروع، يعني لا انا مثلا عايز الغي الديليت بروجكت اللي هو ايه كلمه بسيطه مثلا او مشروع بسيط الغيه. طيب امبورت بروجكت، امبورت بروجكت وبروجكت واكسبورت بروجكت. طيب امبورت للمشروع، يعني امبورت للمشروع يعني ايه؟ يعني ابدا اختار مشروع واجيبه. المشروع هيبقى بصيغه ايه؟ بصيغه اي 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 زي ما اتفقنا، مش اي بي كي، اي اي اي، عشان لو بحثنا يعني اهو الصيغه اهي لازم تبقى دوت اي 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 تمام، عشان لو بحثنا على جوجل مثلا على مشاريع او حاجه خاصه بكده بتبقى الامتداد بتاعها ده زي ما انتوا شايفين كده. ببدا ادوس زي ما انتوا شايفين كده يبدا يدخلني على المشاريع بتاعتي. طيب نكمل في امبورت سكرين. الحاجه الكويسه في كودلار بصراحه عن اي وبيميزه عن اي موقع اخر شغال في المجال بتاعه ان احنا نقدر نعمل امبورت للسكرين. يعني ايه امبورت للسكرين؟ يعني احنا قلنا المشروع بتاعنا بيتكون من كذا سكرين، سكرين 1 2 3 وممكن نغير طبعا في اسماء السكرين ما عدا سكرين 1 ما نقدرش نغير فيها، يعني بتبقى مخفيه. السكرين دي تمام، الشاشات تنقل ما بين الشاشات، يعني التطبيق بتاعنا ما هو الا كام شاشه، يعني كذا شاشه مع بعض بيتم التنقل من خلالها. طيب انا اقدر ان انا اعمل امبورت، اجيب مثلا عندي مشروع تاني عايز اخد الشاشه دي مثلا بس مش عايز اخد التطبيق كله، عايز اضيف الشاشه دي للتطبيق بتاعي. يعني مثلا عملت مثلا لوجن، عملت شاشه لوجن، شاشه تسجيل دخول، انا اقدر اخد شاشه التسجيل الدخول بالبلوكس بتاعها واحوله لفين؟ للتطبيق التاني، مش كل شويه اعمل في كل تطبيق شاشه لوجن جديده تمام. يعني احنا مثلا لو قلنا جوجل كده تمام، وقلنا مثلا ان التطبيق مثلا هناخد الايه اللي قلنا هناخد مثلا لوجن سكرين او لوجن موبايل اهو حاجه زي كده مثلا، انا هعمل سكرين زي كده مثلا، هعمل سكرين زي كده وليكن زي كده بس. انا عملت سكرين زي كده، سكرين لوجن او تسجيل دخول او حاجه زي كده، وببدا اعمل لي انا عملت الشاشه دي وعملت البلوكس بتاعها، مش هقعد بقى اعمل في كل تطبيق انا عايز اعمل تسجيل دخول او اعمل نظام تسجيل دخول، مش هقعد اعمل في كل تطبيق تعالوا انا هعمل مثلا تعال نعمل لوجن جديد، تعال بكل البلوكس بتاعها بكل التصميم بكل حاجه، لا انا اقدر اخد على طول الامبورت سكرين دي اللي هي الشاشه الخاصه بتاعتي انا واروح محولها على طول على ايه؟ على التطبيق الثاني اللي انا عايز ادخل فيه اللوجن. تمام يا رب نكون فاهمين. في الاكسبورت بقى، الاكسبورت يعني ايه؟ ان انا اصدر بقى، ان انا مش هستورد بقى خاصه بالعكس الامبورت ان انا استورد المشروع، لا انا اصدر بقى المشروع. طيب هو بيقول لك اكسبورت سيلكت بروجكت، يعني ايه سيلكت بروجكت؟ يعني البروجكت اللي عندي اللي هو بسيطه ده، لان انا ممكن يكون عندك كذا مشروع، المشروع اللي عندي ده اقدر اصدره بقى، اقدر اطلعه لاي حد تاني عشان اقدر ايه اقدر حد يقدر يستفاد بيه او حاجه، وده بيبقى عامل زي ايه السورس كود بالظبط كده. السورس كود في حاجه اسمها في البرمجه سورس كود، سورس كود ده يعني ايه؟ يعني الكود الاصلي مش البرنامج، الكود الاصلي بتاع المشروع، وده مهم جدا طبعا يعني. طيب في اكسبورت سيلكتد سكرين، يعني ايه اكسبورت سيلكتد سكرين؟ يعني الشاشه الخاصه بتاعتي بس ان انا اقدر ابعتها، يعني مثلا عندي مثلا لوجن زي كده، شاشه لوجن مثلا، شاشه واحده ايه لوجن، الشاشه دي اقدر ان انا اصدرها بتبقى بصيغه
لازم تفهموا AIS. AIS AIS دي بتبقى الصيغة بتاعت السكرين، تمام؟ اقدر اصدرها عشان اقدر ان انا حد مثلا يستفاد بيه او حاجه. طبعا اكسبورت اول بروجكت لو انا بروجكتس، لو انا عندي كذا مشروع اقدر ان انا اعمل لهم تصدير مره واحده عشان يتحملوا ده. بالنسبه لخانه البروجكت، في بقى خانه التست. الخانات دي خانه التست والاكسبورت من الخانات المهمه قوي واللي بنستخدمها على طول. طيب انا دلوقتي الحاجه اللي قدامي دي كمعاينه، تمام؟ المعاينة بتاعتي ان انا دي مش معاينة تقريبا، دي مش معاينة، لا انا عايز اعين على موبايلي. طيب انا بنزل برنامج اسمه كودلر، في الاول كودلر اسمه كودلر، وهسيب لكم الرابط بتاع التحميل بتاعه على جوجل بلاي، هسيب لكم التحميل بتاعه على جوجل بلاي، الرابط بتاعه يعني كومباوند اهو، يعني انت ممكن ده بيبقى شكله، ده بيبقى شكله زي ما انتم شايفين كده، بيبقى شكله زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ ال 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 انا اقدر من تيست هنا ادوس كونكت تو كومبانيون. اول ما ادوس هنا بيظهر لي علامه الكود ده. انا باجي على الاسكان كي ار كود، يعني استاذنكم تركزوا معايا بس، اسكان كي ار كود بيفتح لي كاميرا الموبايل على طول، واقدر ادوس كده على طول بيبدا يحول لي كاني بالظبط بستخدم الايه البرنامج او التطبيق بتاعي، وانا بعدل عليه بيظهر كل حاجه بالتحديث، تمام؟ طيب في ممكن ان انا برضو ان انا اقدر استخدم في التطبيق اور، شايفين اور دي، او ان انا ادخل الكود ده زي ما انتم شايفين الكود اللي هو ده. طبعا لازم نعرف الحروف الكابيتال من سمول، نكون ايه عندها حساسيه يعني من الحروف الكابيتال والسمول. طيب في عندنا طبعا احنا هنا خلاص، احنا اول ما دوسنا كومبات لازم ندوس ريفريش او ريست كونكشن، تمام؟ احنا خدنا اول حاجه دي اللي هي الخاصه بالتشغيل البرنامج بتاعي لايف على على موبايل، عشان اقدر اعرف ازاي انا عملت التصميم، لان هنا بيختلف المقاسات نفسها بتختلف، لو انا هعمل مقاس او حاجه بتختلف، تمام؟ في كونكت فيا يو اس بي، ودي ما حدش بيستخدمها، بس انت ممكن توصل الموبايل بتاعك لليو اس بي على طول، وتقدر تعمل ايه، تعمل ربط ما بين الاثنين يعني، تمام؟ الافضل ان انا كل لما اطلع من التطبيق اللي هو ده اقدر ان انا على طول ريست كونكشن عشان نعمل كونكشن جديد او يحصل اي مشاكل يعني، تمام؟ احنا هنا كده خلصنا البتاع ده التيست، خانه التيست. في عندنا حاجه اسمها ريفريش كومباين سكرين، ودي بتبقى لو في حصل عطل في البرنامج الخاص ده اللي هو برنامج التشغيل، نقدر ان احنا نعمل له ريفريش عشان يقدر يشتغل احسن وباداء افضل يعني. ده بالنسبه للتيست. طيب في اكسبورت، اكسبورت ده الخاص بالاي بي كي، الخاص بالاي بي كي. لو انا خلصت المشروع بتاعي وخلاص، باجي على سكرين 1 اللي هي اول شاشه، لازم تركزوا، باجي عند سكرين 1 وسكرين 1 دي ببدا ادوس اكسبورت، وعندي حاجتين، يا اما جنريت كيو ار كود وده بيطلع لي زي كيو ار كود كده، وبقدر ادخل على اي برنامج فيه بيدعم موضوع الكيو ار كود او اي متصفح في الموبايل، وعلى طول بيحولني الرابط، اقدر ان انا ان أنا طبعا في الاول بيعمل حفظ للبوست، وبعد كده بيعمل بيكنج يور اي بي كي، يعني تحميل الاي بي كي بتاعك او تجهيزه، وبعد كده خلاص بي 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 ان شاء الله ما بيبقاش فيها اخطاء، طالما وصل ل 100% بيبدا يدوس لك او يطلع لك الحاجه بتاعتك اللي انت تقدر تحمل منها الملف التصدير النهائي اللي هو بتاع الاي بي كي، او طلع لك الرابط الكيو ار كود تقدر تعمله بموبايلك وخلاص، وبايه وعلى طول بيتصدر. وفي ملحوظه هنا بيقول لك ان اللينك ده valid for 2 hours بس، يعني متاح لمده ساعتين فقط. ممكن من طريقه ثانيه، والطريقه دي كله بيستخدمها بصراحه، اللي هو ان انت تحفظ الاي بي كي ده تو ماي كمبيوتر، يعني هو بيعمل لك سيف بروجكت، وبيبدا برضو بيقول لك ان انا برسم لك الاب ايكونز بتاعك، وبيجهز لك التطبيق بتاعك، وبعد ما بيبقى 100% طول ما هو ما فيش اخطاء
يعني طول ما هو ما فيش اخطاء، لانه بيبقى في اوقات انت بتبقى عامل حاجه غلط في تطبيقك، وده هنعرفه قدام برضو ازاي نكتشف الاخطاء وازاي نتعامل معاها. بيبقى اكتر برضو نفس النظام ان انت ايه، ان انت تطلع التطبيق بتاعك. طبعا هو 95% زي ما انتم شايفين بيبدا خلاص بيحمل التطبيق بتاعك، تمام. بيبدا يتحمل اي بي كي وخلاص، وتقدر ان انت تثبته عادي على اي على اي جهاز. طيب ده بالنسبه للاكسبورت. في بقى هلب الاخيره دي الخاصه بالموقع والشو سبلاش سكرين والحاجات دي، الحاجات دي بقى اللي هي الخاصه بالموقع نفسه. في طبعا شو كيبورد شورت كات، الحاجات دي بقى لو انت عايز تعمل نيو اب جديد انت بدل ما تروح عند الحاجه على طول. يعني مثلا احنا عندنا مثلا رينيم برج بروجكت اللي هي دي، مثلا ندوس الت ار على طول بيحولني هنا اختصار. يعني احنا عندنا هنا برضو شيكو شوكو بورد شوكو، في برضو لو عايزين اد نيو سكرين الت ان، ودي هنعرفها برضو في الدروس القادمه، هنعرفها في الدروس القادمه ان شاء الله ان احنا نقدر نستخدمها. في برضو هنقول Alt N على طول بايه هيعمل كوبي او يعمل احنا هنا قلنا ايه Add New Screen Alt N، تمام. Alt N بيبدأ يعمل لنا سكرين جديدة، تمام. اتمنى منكم ان الشرح يكون وافي النهاردة، واتأسف على اي خطأ او اي حاجة حصلت، بس احنا بنحاول ان احنا نوصل لكم المعلومة على قدر الامكان. اتمنى منكم الدعم للقناة، الاشتراك في القناة عشان نقدر نستمر ونقدم باقي دروس الشرح. تعليقاتكم برضو مفيدة جدا، لايكاتكم مفيدة جدا، استاذنكم لايك للفيديو، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، تعليق، يعني يساعدنا ان احنا نستمر، لان احنا لسه جديد طبعا في الشروحات والكلام ده. فاحنا ان شاء الله باذن الله نقدر نفيدكم، وبالتوفيق ان شاء الله، وبالتوفيق باذن الله.